للمرة الثالثة أو المرة الرابعة نعيد فيديو خاص بشاشات الأندرويد. أنا تقريبا في القناة درت 6 فيديوهات وهذا السابع، حكيت فيه عن شاشات الأندرويد بصفة عامة وكيف تصينن وكيف تعمل معه، ولكن 3 فيديوهات أو 4 حكيت فيهم فقط عن كيف تدير السوفت وكيف تنقله على الفلاش وكيف تثبته على الشاشة. ومع ذلك في كل وقت يجيني في التعليقات يحكي عن مشاكل معينة واجهنا الناس أثناء ما يديروا في السوفت للشاشة، ورديت على كل تعليق وحكيت على كل حاجة سألت فيها، ومع ذلك من التعليقات اللي جني فهمت إن في حاجات مش واضحات. هذا الفيديو الرابع نعيد فيه فكرة سوفت وير الشاشة بشكل كامل. في كل فيديو نزلا نحاول نغطي أكبر كمية أسئلة سئلة لي. ما نطولش عليكم، خلينا نبدأ في الفيديو على طول. يلا نبدأ. اسفل الفيديو هذا حتلاقي 3 روابط، كل رابط للسوفت وير. السوفت وير يمشي مع الشاشات من 55 لل 65، وسوفت وير ثاني يمشي من 65 لل 70، وسوفت وير ثالث من 70 لل 75، بحيث اني نكون غطيت تقريبا جميع الشاشات. من خلال الاي اللي حيظهر لك فوق في فيديو حكيت فيه عن جميع مشاكل الشاشه الاندرويد وكيف تحلها في حال انك درت سوفت وير بالغلط او دخلت سوفت للشاشه مش لها. اول شيء لازم نعرفوه كيف نهيل الفلاش وكيف نحط فيه السوفت بحيث انك تقدر تقرا الشاشه، لان الفلاش على الوضع العادي مش حتقدر تقراه، لازم تديله فورمات بطريقه معينه وتنسخ السوفت جواه بحيث ان الشاشه تقدر تقراه. طبعا كيف ما قلت لكم في الاي اللي فوق حتلقوا قائمه تشغيل موجود فيها جميع البيانات المطلوبه الخاصه بالشاشات. حكيت حتى عن مشاكل ممكن يواجهنك سواء في الشاشه لما تنقسم اثنين او الشاشه تفصل او لما تدير اي خطا في الشاشه تقدر تصلحها من الفيديو هذا، يعني تقدر تشوف الفيديو هذا يوريك كيف تحل المشاكل هذني لو درت سوفت بالخطا للشاشه. حنجي للفلاش حندير له فورمات، حنختار نوع البيانات او الفايل سيستم، حنخليها فات 32 وحندير لها ستارت واوكي. طبعا كيف ما قلت لكم الان تي اف اس مش حيقبلها، مش حيقبل الشاشه مش حتقبلها فمش حتقرا، فحتختار الفات 32، هذه اهم حاجه. طبعا شاشتنا احنا 75 حنديروا اكزيت تمام، هذا الملف ننسخه جوا. كويس هيك انتسخ الفلاش. طبعا عشان الخطوة واحدة انك تركب الفلاش في الشاشة، نرد ونكرر مرة اخرى، لازم ما تركب الفلاش في المدخل الابيض مش في المدخل الازرق، ولازم ما تفصل الضي نهائيا على الشاشة وترد تشغلها. مدخل السماوي ما لناش به علاقة، حتحط الفلاش في المدخل الابيض من ثم تفصل الضي نهائيا على الشاشة وترد تركبها، حتدخل الشاشة تلقائيا في وضع السوفت. We'll be right back.
لو عندك اي سؤال سيبه لي في التعليقات. انا هيك انتهيت، ان شاء الله نكون قدرت نفيدكم. السلام عليكم.